قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر، حيث استردت فيها القوات المسلحة شرف الوطن وكبريائه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. وتوجه الرئيس السيسي في الذكرى 49 للنصر العظيم بالتحية للشعب المصري ولقواته المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم ولشهداء مصر الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية الوطن. كما توجه الرئيس السيسي بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد إن القوات المسلحة حققت فيه معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وتوجهت بالتحية إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي قدم التهنئة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وأشار سعيد إلى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية. من جانبه عبر الرئيس السيسي عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة، متمنيا لتونس الشقيقة حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار. ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة 8 من العقوبات ضد روسيا بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي. وتتضمن الحزمة الجديدة فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو وحظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة عمليات هجومية تم تحرير بلدة زايتسيفو في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في المنطقة. وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف أنه في منطقة أخرى بدونيتسك أدت ضربات جوية إلى تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرتين من طراز ميج 29 وسو 24 وتسعة طائرات بدون طيار. عقدت مؤسسة حياة كريمة عدة ندوات توعوية بالجهود التنموية والشبابية للمبادرة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. وعقدت الندوات في جامعات القاهرة وعين شمس وبنها وركزت على نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والجهود التنموية المبذولة على الأرض.